المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تفتتح مركزا للاتصالات في مقرها، والذي يعتبر حلقة الوصل بين المفوضية والناخب، حيث يقوم موظفي المركز بالإجابة عن استفسارات المواطنين حول الاستدلال عن أماكن اقتراعهم. خصصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الرقم المجاني 5667 للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي تخص العملية الانتخابية. خصصت المفوضية وبالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات الرقم المجاني 5667 للإجابة على أكبر عدد من الناخبين، وبواقع وجبتين من الموظفين المؤهلين بالرد على المكالمات. للعراق معك. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.